Collaboration with strategic areas of the economy to ensure that technology though concrete applications in the last few years. We have not hesitated in through and concrete and making the bold choice of revolutionizing the vision of higher education and scientific research through the adoption of new paradigms. وطلبتي الاعزاء واصدقائي ايضا باش نقعدوا دائما في نفس وكله عمال الجامعه 21 استاذ تم ترقيتهم الى مصاف الاستاذيه. لم تسجل الجامعه خلال هذا الدخول الجديد اي عجز في هياكل الاستقبال البيداغوجيه والخدماتيه، حيث استقبلنا 6766 طالب جديد ناجح في دورة البكالوريا 2024، منهم 430 طالب في تخصص الطب، والذي نشكر بالمناسبة كل من ساهم في إنشاء هذه الملحقة وتجسيد هذا الحلم، وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية. أوراس تي في حيث يتجلى